بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الحلقة السابقة إن في صلاة الخوف دليل، إن في صلاة الخوف دليلا على وجوب صلاة الجماعة، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى أن الخوف لم يسقط صلاة الجماعة، بل أمر الله أن تصلى جماعة في حالة الخوف مقابلة العدو إذا كان المسلمون حاضرين في مكان واحد وهو المعسكر. أما إذا كان الإنسان في بيته أو في مكان يأتي منه إلى المسجد وبينه وبين المسجد خوف، فإنه يعذر أن يصلي في بيته ويعذر بترك الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان يخاف في الطريق من يحول بينه وبين المسجد فإنه يصلي في بيته، تسقط عنه صلاة الجماعة. وكذلك المريض فإنه يعذر بترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته. ويؤخذ من هذه الآية أيضا وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف للحاجة إليه، لأنه لو هجم عليه العدو وهو يصلي وليس معه سلاح لانتهز الفرصة للفتك به. أما إذا كان المسلم مسلحاً وهو يصلي فإن هذا مما يقطع طمع العدو ويمكن المسلم من صده وقمعه. يؤخذ من هذه الآية جواز ترك حمل السلاح في صلاة الخوف إذا كان في ذلك مشقة بسبب مطر يبله ويثقله عليه، أو بسبب مرض يضعفه عن حمل السلاح، فإنه في هذه الحالة يعذر في وضع سلاح. فإذا كان لا يتركه إلا للعذر فهذا دليل على وجوب حمله في الصلاة. ويؤخذ من هذه الآية حرص الإسلام على الاجتماع وإظهار القوة، فإن الإسلام دين الاجتماع بين المسلمين، لأن الاجتماع قوة، اجتماع في الصلاة واجتماع في الرأي واجتماع في طاعة ولي الأمر. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وفي الصلاة، صلاة الجماعة تربية على الاجتماع. فهذا الدين دين القوة ودين الاجتماع وتآلف القلوب والتعاون على البر والتقوى. فصلاة الجماعة تربي المسلمين على الاجتماع والتآلف، وتفرقهم يربي على النفرة وعلى الضعف. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم إذا صلوا جماعة في صلاة الخوف فهذا مما يرهب عدوه، لأنه مطلوب منهم الاجتماع في مقابلة العدو، لأن الاجتماع قوة والتفرق
ضعف. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع والتفرق مما يفرح العدو ويتيح له الفرصة في ضرب المسلمين، أما إذا اجتمعوا فإن هذا مما يقوي عزائمهم ويشد من عضدهم ومما يفت في عضد العدو. فلله الحمد والمنة على نعمه العظيمة. ويؤخذ منها مشروعية الأخذ بالأسباب الواقية من المحذور، وأن ذلك لا ينافي التوكل، وهذا كما في صلاتهم جميعا، فإنه سبب لإرهاب عدوهم وسبب لاجتماعهم وإظهار للقوة، وأيضا حمل السلاح في الصلاة، مع أن الذي ينبغي أن المصلي يتخفف من حمل الأشياء من أجل أن يتفرغ لصلاته، لكن في حالة الخوف فإنه يحمل السلاح، لأن المصلحة في حمله أرجح. فهذا فيه أن أخذ الأسباب مطلوب شرعا، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله في حصول النصر. فلا يقول المسلم النصر من الله، ولا يحتاج إلى سلاح ولا يحتاج إلى قتال، ولا بل نحن مسلمون والله وعدنا بالنصر. فنقول وعدنا بالنصر إذا اتخذنا أسباب النصر، فلا بد من الجمع بين الأمرين، فلا نقتصر على القوة فقط، ولا نقتصر على التوكل فقط، وإنما نجمع بينهما. هذا هو المشروع، فلا نقتصر على الأسباب ونعجب بها. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكما في قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا بد من الجمع بين التوكل على الله مع أخذ الأسباب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.